بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يؤسفني جدا أن أصحح معلومتين خطيرتين. المعلومة الأولى عندما قال النائب المحترم اللي هو خارج القاعة الآن، قال بأن أهالي سيدي بوزيد يطالبون باستقالة الوزير. أنا في حدود علمي أن ولاية سيدي بوزيد تطالب بالتنمية وبالتشغيل وبجامعة، وتريد من السيد الوزير أن يلبي هذه الطلبات وليس باستقالة السيد الوزير. وإذا كان هذا الشخص يرغب في استقالة السيد الوزير فليقل أنا أريد من السيد الوزير أن يستقيل، وهذا من حقه. أنا أيضا أمثل أهالي سيدي بوزيد، وأعرف أن أهالي سيدي بوزيد وكل معتمديات سيدي بوزيد ليس من مشاغلهم استقالة الوزير، هذا أولا. ثاني ملاحظة، أن نفس هذه المجموعة أمس كانت تدافع مع السيد وزير التشغيل، كانت تدافع على عدم إقالة العمد، ونحن نعرف في سيدي بوزيد والأخوة كل في سيدي بوزيد النواب يعرفوا مدى فساد عمد العمد إلا القليل، وهم يطالبون بالإبقاء على العمد، واليوم يطالبوا باستقالة وزير شرعي. هذا يعني ستان بارادوكس، سامحوني في هذه الكلمة، هذا تناقض. ثاني حاجة، أنا أريد أن أصحح معلومة ثانية، أن اعتقال الأشخاص في مدينة جلمة، ولا يعني السيد الوزير هو الذي سيجيب، لكن أنا المعلومة اللي عندي أعطيها لأني أنا مدرك هذه المعلومة وتابعت هذا الملف منذ البداية. أولاً، هناك إغلاق وتعطيل مصالح كل الإدارات تقريباً منذ أيام عديدة في مدينة جلمة، ولم يتدخل الأمن، ثم قطع مؤخراً الماء في القناة الضخمة التي تزود مدينة صفاقس ومدينة جلمة. عندها تدخل وكيل الجمهورية واعتقل مجموعة، وهذه المجموعة فيها اثنان من موظفي الدولة، وأزيد على ذلك أن شخص ينتمي إلى حزب ممثل في البرلمان في المجلس التأسيسي، وشخص آخر معطل عن العمل يمثل حزب آخر، واثنين موظفين شاركوا في قطع الماء وهم من المعتقلين الآن، ثم اعتدوا على سيارة وكيل الجمهورية بعد ذلك، ثم قاموا بكسر القناة الرئيسية ذات قطر متر، والتي هما اثنين قنوات يزودوا مدينة صفاقس، وقع كسرها. والسيد النائب المحترم يقول يعني قاموا باعتصام مطلب يعني صغير ووقع اعتقالهم. والمعلومة الأخرى، أن هذا الشخص لم يعين الآن، الذي عين في القبضة هو معين من حكومة السبسي سابقا، لكن الآن وقع يعني تعيينه في مدينة جلمة، وليس يعني كما قيل أنه في هذه الحكومة، هو معين سابقا والعقد يعني أمضاه في السابق. فأرجو صراحة، أرجو ألا يؤلمني أن يعني يقع تشويه الحقائق بهذه الصفة وتزييفها، والسلام عليكم.